في انتخابات عام 2009 ارتفع ميزان المدفوعات أكثر من مليار دولار، وذلك نظرا إلى احتدام المعركة أنذاك وأنفاق 14.8 أذار الملا الانتخابي لاستقطاب الناخبين سواء مباشرة أو عبر الضخ الإعلاني والإعلامي. وعليه فأن الانتخابات في بلادنا تتحول إلى عرس اقتصادي قبل أن يكون ديمقراطيا، أو الأحرى هو يوم التاكسي والشاورما قبل الاقتراع. نعيم برجاوي والتفاصيل. انطلقت محركات الاستحقاق الانتخابي إذن وبسرعة تتجه نحو تاريخ 6 أيار، وبالتوازي مع انهماك الأحزاب السياسية في الاستعداد لهذا الاستحقاق، فأن مهنا عدة ينتعش سوقها كشركات الإحصاء والإعلانات والمطابع، فلا ترتفع صورة مرشح أو لافتة انتخابية من دون طباعة وإعلان. أدى شغلكم بيفرق قبل الانتخابات عن الأيام العادية؟ هلا اكيد رح يفرق بين 20 و25% طبيعي، لانه بصيروا المرشحين بده يطبعوا صورهم على البانويات. بتعرف اخر انتخابات صارت ب 2009، ما بعرف قد ايه رح تفرق. بالمبدا نحن عم نتوقع انه يكون يصير في حركه احسن. في يوم الانتخاب سيحصد المرشحون اصواتهم، لكن ثمة من سيحصد رزقه، هم اصحاب سيارات الاجره والحافلات. نحن بالاول كنا لما ناخذ الشغل يجي النائب يطلب مننا مثلا على البقاع 3 تاكسيات، نبعث التاكسي على البقاع ب 100 دولار ياخذ الخمس ركاب بصوت ويرجع 100 دولار. مثلا اصوات عندك بالضاحيه في كذا صوت بدك تاخذهم على الجنوب، اصواتهم بالجنوب، اصواتهم بالبقاع. بيجوا بيحجزوا سيارات عن طريق النائب او عن طريق المواقف او فانات او بوسطات حتى كمان، بياخذوهم من هون على الجنوب بصوتوا برجعوهم. يعني كنا بالاول نواب بيجوا يطلب مننا، حركه امل تطلب مننا، حزب الله يطلب منا، شو يطلب، كل الاحزاب كانوا يطلبوا مننا سيارات لنقول لهم ركبهم يعني أصواتهم. بين انتخابات 2009 وانتخابات 2018 ارتفعت تكاليف المعيشة وجاء الصوت التفضيلي، وهكذا بات لأبو علي كلام آخر. بس هلا مضطرين انه نرفع التسعيرة، لأنه هلا أول شيء بركة للانتخابات، ثاني شيء كل شيء غلي يعني عن الأول. الصوت التفضيلي حيرفع التسعيرة، لأنه حنشتغل عليه، ما عندنا طريقة نشتغل، ما بقى في مثل الأول شطب وغير. الله في صوت تفضيلي بدك تشتغل عليه. في هذا اليوم ستتحول الشاورما والمشاوي إلى سندويشات انتخابية، فالمطاعم موعودة بإعداد ألوف السندويشات. طلبيات بتزيد، شغل أحسن، بتزيد بكميات طبعاً، يعني مكاتب بيطلبوا 1000 سندويش، 500 سندويش، 1500 سندويش، لدرجة منقول أنه يا ريت كل يوم الشغل هيك. هو العرس الديمقراطي الذي ينتظره المرشحون والناخبون، لكنه عرس اقتصادي أيضا بالنسبة إلى أصحاب المصالح هؤلاء، ففي كل عرس لهم قرص. نعيم برجاوي، قناة الجديد.